الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات. وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر، فالأيام تارات. واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.